استهدف العدوان السعودي مجددا محافظة البيضاء بثماني غارات على مناطق متفرقة من المحافظة، واستهدفت الغارات مقر اللواء 26 ميكا وحدة صحية بمديرية السوادية، كما شن غارات على مواقع متفرقة في المديرية، واستهدف الطيران الغاشم محيط اللواء 117 بثلاث غارات بمديرية مكيراس، وغارة أخرى بالقرب من عقبة الثرة لمساندة المرتزقة بين محافظتي البيضاء وأبين.